عموما خلينا أيضا ناخذكم إلى هذه المبادرة، ومبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين والتي أطلقتها وزارة الإعلام بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع وحديث عفوي جدا ويلامس القلب للأمانة من أم طاهر وابنها عبد المنعم في حديقة السويدي. القصة اللي ترويها أم طاهر تعكس مشاعر الحب والانتماء لهذا البلد العظيم، وتؤكد أن المملكة يعني تعامل مواطنيها والمقيمين على أرضها كأسرة واحدة. أنا أم طاهر الفرحاء، وثانيهن إبراهيم الفرحاء، وثالثهن نجيب الفرحاء، مشارك في العسل هنا بالمهرجان حقكم، والحمد لله مستأنس أنا هنا بالسعودية مستأنس والله، وبلد روعة ما شاء الله وأمان والحمد لله مرتاحين ومبسطين بفضل الله ثم بفضل الملك سلمان، مشجع الوطن، محامي على الأمة جميعا، الحمد لله رب العالمين، نحن مستأنسين ومبسوطين. والله جيت اليوم أنا والوالدة حديقة السويدي وشعرنا بصراحة بارتياح تام، كأننا في بلدنا، كأننا في اليمن، من حيث الثقافات والأكلات والأماكن ما شاء الله، يعني أماكن راقية، وأماكن المملكة نهضت نهوض غير طبيعي بصراحة، لهم مني كل الشكر والتقدير. والله احنا نشتغل هنا في المملكة ونعايشين مع ناس سعوديين وعايشين مع ناس يعني من جميع الدول، صراحة عايشين وكأن احنا أسرة واحدة. المغترب يدخل السعودية لكي يحقق حلمه، والسعودية وفرت لنا هذه الفرصة لكي نحقق أحلامنا وطموحاتنا التي دخلنا نجد نحققها. فالحمد لله أنا دخلت في حلم وفي طموح إني إيش؟ إني أصير أشتغل في التصوير السينمائي، والحمد لله وصلت لحلمي وصلت لهدفي، والحين أشتغل في مجال التصوير السينمائي، والحمد لله أشكر السعودية اللي وصلتني لهذا الطموح، وصلتني لهذا الحلم. يا سلام يا سلام، هذه جودة الحياة اللي احنا نتكلم عنها، هذا السلام، هذه الأخوة، هذا الترابط الحلو اللي ما هو بس يعني احنا لما نجي نتكلم ما نقول بس مواطنين سعوديين، ايضا المقيمين على هذه الأرض، يعني احنا اكيد احنا نتشرف فيهم ونعاملهم مثل عائلتنا وش ما كانوا، لانهم قاعدين يساهمون في بناء هذا الوطن وهذا المجتمع الجميل، والكلام والمشاعر الحلوة أكيد وصلتنا جميعا، يعني خصوصا أخواننا وأخواتنا من اليمن الشقيق، هم يعني يمتلكون حضارة عريقة الواحد يعني لو يبحر فيها يجلس سنين يدرسها يا أودي ومشاهدينا. فأنا تمنيت أني لحقت ورحت، لكن للأسف اليوم كان آخر يوم لهذا خلينا نقول هذه الفعالية اللي في حديقة السويدي. أكيد نشكر زميلنا فيصل الملحم على هذا التقرير اللي أكثر من رائع. طبعاً كل الشكر لوزارة الإعلام بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه على مثل هذه المبادرات اللي تقرب الناس كلهم من بعض، سواء كانوا مقيمين سواء كانوا سعوديين، حتى الأطفال الصغار يبنى فيهم قيم التواصل وتعزيز هذا التواصل. أكيد 100%.